المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أو كما يطلق عليه محبيه منتخب الأسود الثلاثة، المنتخب المدجج بالنجوم وصاحب الدور الأقوى في العالم. حكاية المنتخب الإنجليزي. يبدو أن مبتكر الشيء لا يجب أن يكون بالضرورة أفضل من يفعله، وأن الأسبقية لا تمنح الأفضلية، حيث تعتبر إنجلترا هي مهد لعبة كرة القدم الحديثة، وقد كانت أول مبارياتها الدولية عام 1872، وهي أول مباراة دولية في تاريخ كرة القدم، ومع ذلك لم يرفعوا لقب كأس العالم سوى مرة واحدة عبر التاريخ في عام 1966. شارك المنتخب الإنجليزي في 15 نسخة في بطولة كأس العالم، وبالنظر إلى الأسماء الموجودة حالياً سنجد أن هذا الجيل مليء بالنجوم ولا يقل عن غيره من الأجيال الماضية بقيادة المدرب جاريث ساوثغيت. فهل ستكون مشاركة هذا الجيل في كأس العالم بقطر 2022 مختلفة عن سابقاتها؟ أم أنها ستضاف إلى البطولات المخيبة للآمال في الأعراس الكروية العالمية؟